أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من كيبورد، ونبدأها بأبرز العناوين. هاشتاج عين الإنسانية غائبة عن تعز، يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. ناشطون ينفذون حملة إلكترونية بعنوان 21 سبتمبر هو العدوان. إنستغرام يعمل على ميزة يتابعك. فيسبوك يختبر ميزة سنوز لإسكات الأصدقاء المزعجين. كلمة ولو جبر خاطر ولا سلام من بعيد. أضيف فقرة الاستضافة الفنان نبراس هيثم. بيد ساعة البريد. مرحبا بكم. جريمة جديدة ارتكبتها الميليشيا الانقلابية بحق المدنيين في مدينة تعز، بلغ عدد ضحاياها 16 شهيدا أغلبهم أطفال. وعلى إثر المجزرة أطلق ناشطون حملة إلكترونية تطالب المنظمات الدولية بتحرك عاجل لوقف المجازر الحوثية بحق أطفال تعز تحت عنوان عين المنظمات الدولية غائبة عن تعز، وتفاعلوا بهاشتاج يحمل الاسم نفسه. نشوف التفاعل. إذن من ضمن الهاشتاج اخترنا لكم منها بعض المنشورات، ونبدأها بمنشور للإعلامي محمد الربع الذي يقول: عين الإنسانية ستغلق عن مشاهدة هذه الجرائم ما دام مرتكبوها الحوثي وعفاش. صواريخك تقصف تعز مش أبو ظبي، يا سيد الإجرام وسيء الفعل والقول، حسبنا الله ونعم الوكيل. منشور آخر للناشطة رندا محمد، وتقول فيه: يهددون بقصف دول الجوار والعدوان على حد قولهم، ونتفاجأ بقصفهم لمدينة تعز. عن أي عدوان تتحدث وعن أي نصر لله تشير؟ تكبرون الله أكبر وتقتلون باسمه والله بريء مما تعملون. عين الإنسانية ليست فقط عمياء في تعز، إنما تم نزعها تماما. منشور أخير لإبراهيم الجبري يقول فيه: لأن الحروب دائما تغتال الجمال، فقد ماتت كل أمالي بتلك الأشياء الجميلة برحيلك يا صديقي. لازلت أتذكر قطعة الكرتون التي كنا نستظل بها من حر الشمس، ها أنا ذا أمسح الحر عن جبهتك. لازلت أؤمن أنك معي، لا زالت قهقهة ضحكاتنا عندما يجلدنا أستاذ المدرسة لا تفارق مخيلتي. كانت عيوننا تغرق بالدم فنلتفت لبعض ونبتسم، ها أنا ذا أغرق بدمعي ولا أجد ابتسامتك. هاشتاج آخر انتشر بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يصادف يوم 21 سبتمبر من كل عام. تفاعل مع المناسبة الكثير من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، ونشوف هذا التفاعل. بهذه المناسبة قام بعمله الصحفي عبد الرزاق العزعزي، نشاهد. اليوم
العالمين السلام أقرت الأمم المتحدة من أجل أن يكون يوم خالي من العنف ويوم من أجل السلام. عندنا في اليمن نحتفل باليوم العالمي للسلام بطريقة خاصة جدا، تحول هذا اليوم إلى يوم للعنف بامتياز. فقبل 3 سنوات في 2014 اقتحمت قوات الحوثي صنعاء وأسقطوا الدولة واحتلوا المؤسسات. في 2015 بعد سنة واحدة خرج الحوثيين ومجموعة من أنصارهم عشان يحتفلوا بذكرى سقوط صنعاء، جاءت الطيران ضربت مجموعة من المدنيين، راحوا مجموعة من الضحايا. وفي نفس الوقت وفي نفس اليوم قوات الحوثي وصالح في تعز ضربوا مجموعة من قذائف الكاتيوشا وسقطوا عدد من الضحايا المدنيين، من ضمنهم 2 أطفال تهشم رأسهم. بعد عام واحد حصلت مجزرة مروعة جدا في الحديدة، مجزرة حي الهنود، طيران قصف سوق شعبي أدى إلى وقوع عديد من الضحايا المدنيين وتدمر عدد من المنازل. بدلا من أن يكون 21 سبتمبر هو يوم للا عنف ومناسبة للاحتفال بالسلام، في اليمن تحول إلى مناسبة للاحتفال بالعنف، تحول إلى مناسبة للاحتفال بسقوط العاصمة، تحول إلى مناسبة لبث رسائل الكراهية في نفوس الناس. نحن نحاول وسنحاول بأن نقوم بدورنا بأن نوعي برسائل المحبة، ونحن نؤمن بأن المحبة هي ما نحتاجه في الوقت الحالي. لا نحتاج للكراهية، لا نحتاج لرسائل الانقسام المجتمعي، كل ما نحتاجه هو أن نعيش نتعايش فيما بيننا كيف ما كانت أفكارنا، كيف ما كان تنوعنا، هذا فقط اللي نحتاجه في هذا الوقت. فعلا في العالم يوم 21 سبتمبر يوم عالمي للسلام، وفي اليمن يوم انقلابي بامتياز. وتزامنا مع مرور 3 سنوات على انقلاب الحوثيين واجتياح صنعاء، قام ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي بنشر هاشتاج بعنوان 21 سبتمبر هو العدوان ونكبة 21 سبتمبر، منددين بانقلاب الحوثيين على الشرعية وارتكابهم المجازر بحق المدنيين. نشوف هذا التفاعل. الطفل ريدان عبد الباقي يقدم رسالة للعالم لمراجعة موقفه مما حدث قبل 3 أعوام وإلى الآن. نشاهد. 3 years ago, the war has begun in Yemen. Unfortunately, the world looks with one eye, not with both. Hears with one ear, not with both. Thinks from one perspective and doesn't think who fired the first bullet and entered Yemen in this hill. September 21st is a black day for all Yemenis. We call the world to look at the whole picture in Yemen. الحرب مستمرة والإنسان اليمني مصر على البقاء والاستمرار، ولذلك نذهب إلى عدن لإلقاء نظرة على معرض الكتاب في المنارة من صفحة الناشطة رندا محمد في الفيسبوك. حاجات بسيطة جدا ممكن تخرج الشعب العدني من الضيق والسلبية اللي هو فيه. لمجرد أمس فاز فريق الناشئين لكرة القدم 6 أجوال، الفيس اشتعل، دهاني وتبريكات وفرحة. اليوم معانا كمان معرض للكتاب، معرض جدا بسيط لكن فيه إقبال جدا كبير والناس مبسوطة فيه، وإن شاء الله يظل الأمن والمحبة والسلام في عدن. خليكم شوية نعمل لفة. بوك تايم هو متجر إلكتروني تقدر توصل كتاب من أي مكان في العالم في صنبة، واليوم عمل معرض كتاب كل ده علشان نعيد الطابع الثقافي داخل عدن. حقق منتخبنا اليمني للناشئين فوزا مهما وغاليا على المنتخب القطري بنتيجة 1-6 في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا. وبهذه المناسبة احتفل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي وتداولوا مقاطع الأهداف. نشوف ملخص لهذه الأهداف. في الرقم 1 لمباراة الليلة تقطع خطيرة، تسديد، جول.
يسجل في المباريات 9 تسديدات للعنابي مقابل 7 للمنتخب اليمني. الآن ننتقل إلى تعز ونشوف صور من منتزه السكون. صور أخرى لجزيرة الأحلام جزيرة سقطرى. أول عرض أزياء يمنية شعبية نشوفه مع بعض. رحلة إلى مدينة كوالالمبور عبر عدسة المصور نبيل الأزوري. أصور فيديو. أنا الآن في كوالالمبور. البطارية 70%. ارلس انتبه. الدكة الضعيفة لانها تبعد عني الان حوالي 4 كيلو او 5 كيلو، تبعد من مكان ما انا موجود. نعمل لفة حول الابراج حق كوالالمبور. والى التكنولوجيا واخبارها، والبداية من انستغرام الذي يعمل على ميزة جديدة تحت اسم يتابعك follows you كتلك الموجودة في موقع تويتر. وتحدث عدد من مستخدمي اندرويد على موقع تويتر عن ضم الميزة الجديدة لحساباتهم على انستغرام، وبحسب الصور المتداولة تظهر كلمة يتابعك تحت معلومات المستخدم الاخر في صفحته الشخصية. أما فيسبوك فيختبر ميزة تحت اسم سنوز تتيح للمستخدمين كتم منشورات لأصدقائهم أو صفحات أو مجموعات بشكل مؤقت يمتد من 24 ساعة إلى أسبوع وصولاً إلى 30 يوماً. وقال متحدث باسم فيسبوك لموقع تيك كرانش: نحن نختبر طرقاً جديدة لإعطاء الأشخاص إمكانية التحكم في صفحة نيوز فيد حتى يتمكنوا من البقاء على التواصل مع القصص التي يفضلونها. نشوف الآن الفيديوهات اللي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، ونبدأها بأغنية ديسباسيتو بأداء موهبتين يمنيتين. For this situation, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, oh, you are a sunrise on a darkest day. I'm the fist, got away. Make me wanna savor every moment, something slowly. You fit me to the motor, how to put it on. Got the only key to how to turn it on. The only temples in my ears, the only words you wanna hear. Baby, take a chance and make it last long. محمد فريد في مقطع غنائي جديد نتابع. النعيم في دنيا الخيال تذكر العهد وماضي الصفحات على بالك ما طاف ببالي من ليال وعهود مشرقات لا رأت عيناك شكي وضلالي
وحنيني ولهيب الذكريات. نختتم هذه الفقرة بأغنية للفنان صالح البكري. في تناقض عايشين نعتبر أحياء وإحنا في الحقيقة ميتين. كيف بنفخر وإحنا في تناقض عايشين نعتبر أحياء وإحنا في الحقيقة ميتين. وصلنا إلى فقرة الاستضافة وضيفنا اليوم الفنان نبراس هيثم. كلمة ولو جبر خاطر ولا سلام من بعيد ولا رسالة يا هاجر بيد تسع البريد. أكذب علي أكذب علي أكذب عليك 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 لو قلت بحبك لسه أكذب عليك. إذا نرحب بك نبراس، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. أهلا وسهلا فيكم. الله يحييك. مرحبا. جاهز للأسئلة؟ إن شاء الله. يلا نبدأ كالعادة بأول سؤال، اوصف نفسك بكلمة. هاوي. لحظة سعادة عشتها؟ لما فزت في جائزة رئيس الجمهورية 2009. جميل، بنرجع له بعدين، بنرجع لهذا الموضوع أكثر بعدين. طيب أكثر انتقاد يوصلك؟ إن شاء الله. أوكي، يعني ما أدري، بالنسبة للصوت بصراحة ما حد انتقدني، إنما يعني أشياء ما لها علاقة في الموضوع، يعني ليش تمسك السماعة، ليش تغمض لما تغني. شيء بسيط يعني، مش مشكلة إذا ما كانش انتقاد بناء فمش مشكلة. إيه، هم ما يعرفوا الخلفية عن الموضوع، يعني هي في أشياء ضرورية أنا لازم أسويها، يعني عادي كلهم ممكن. حبايبي ممكن. طيب نبراس، كيف تقضي وقت فراغك؟ والله أغني بصراحة. جميل. طيب أكثر في البيت أغلب الأحيان، ما أطلع كثير. نعم جميل. أكثر وسيلة تواصل تستخدمها؟ حاليا الفيسبوك والسناب شات والانستغرام شوي. طيب نبراس، عائق استطعت تخطيه؟ استطعت ان اتخطي عائق اللي هو او حاجز الظهور الى الناس، يعني جميل لما شفت الناس حابين الفكره ظهرت، كان حاجز يعتبر. طب لو جميل، لو تكلمنا عن بدايتك في الغناء. والله أنا يعني يمكن من يوم ما عرفت نفسي وأنا أغني. جميل. يعني تربيت في بيت يعني كان في شوية طرب كذا، حكم الوالد كان يحب أم كلثوم، محمد الوهاب، ولا الطرب الشرقي بشكل عام والعدني شوية. جميل جدا. فيعني كنت أغني من طفولتي في المدرسة وفي عدة مناسبات يعني. طيب أول أغنية لك؟ لي أنا شخصياً؟ أيوة. لا ما عندي أغنية خاصة فيها بصراحة لحد الآن، يعني عندي
في اغاني انا لحنتها وعندي كلام بس ما تسجلت للاسف يعني. منتظرينها. الموضوع مشينا فيه. ايه ان شاء الله باذن الله. طيب عمل فخور به. عمل فخور به يعني انجازات عمليه كانت في فنية. حياتي هنا في السعوديه على مدى 6 سنوات فنيه. جائزه رئيس الجمهوريه يعني في 2009 وصراحه انا اصلا يعني ما مشيت في المشوار، ما بدات المشوار بشكل يعني متفرغ له، ما تفرغت للموضوع بصراحه. حياتي العمليه اخذتني عن الموكبه بالضبط. يعني بالنسبه لك هو هوايه فقط صح؟ هي هوايه يعني للأسف صارت هواية مهملة كمان الفترة الأخيرة يعني بحكم إنه العمل أخذنا شوية. إيش تشتغل؟ يعني أخذتنا شوية عن تطوير الموهبة. أنا في السعودية هنا شغال في شركة. جميل. شغال في شركة لست سنوات هنا. بالتوفيق إن شاء الله. طيب ماذا عن فيديوهاتك الموجودة على يوتيوب مع عدد من المغنين أو الهاوين؟ كلمنا عليها. أول شيء يعني هو برنامج السينج هذا اللي نسجل فيه اصلا، هذا كان يعني كنت اسجل في البيت طبعا لحالي كذا، وكان يعتبر متنفس وحيد بالنسبه لي، فكنت اغني. وطبعا فيها مشتركين من جميع انحاء العالم يعني عرب على اجانب على كل شيء. نعم. فكنت اسجل، انا اسجل اصلا، هو سيستم البرنامج انه ممكن تسجل ديو او سولو او جروب، فانا كنت اسجل ديو واغني الكوبليل المعين هذا تبعي واسيب فراغ اغني واسيب فراغ اغني واسيب فراغ، فممكن 50 شخص يشاركني بالاغنيه، فاختار بالاخير اللي هو يعني حاسس انه كويس. وبالفتره الاخيره صرت انزل بالفيسبوك، بس ما كنت من قبل انزل بالفيسبوك، ففي بعض الاشخاص اخذوا الفيديوهات ونزلوها على اليوتيوب. اما انا عندي قناه في اليوتيوب، بس حاليا لسه ما نزلت اي شيء، وعندي اشياء كثيره لسه ما حد شافها، انما في بعض الشباب اللي نزلوا على قنواتهم ومشكورين. تجربة جميلة جدا. طيب شهادة معتز بها؟ شهادة معتز بها من شخص ملحن يعني هنا في جدة قابلته وجلسنا مع بعض وغنينا كذا، واعطاني يعني كلام ممتاز. ايش قال لك؟ انا بصراحه يهمني دقيقه بس انا يهمني انه يعني انسان فاهم يعطيني ملاحظه اكثر من مليون شخص يعني يكون مش فاهم. يعني ممكن مليون شخص يصفق لي بس هو مش فاهم، او انه حاب نبراس بس يعني، لكن شخص فاهم يغنيني عن مليون مش فاهم. هذه شهاده اعتز فيها يعني. لا تتساهل في حب الجمهور. ايش؟ لا تتساهل في حب الجمهور. لا ما أتساهل في حب الجمهور، بالعكس بالعكس، بس أنا أقول لك مدى يعني حبي لهذه الشهادة أو اعتزازي بالشهادة هذه، لأنها جت من إنسان فاهم ملحن يعني. تستاهلها كمان. طيب نعم. الله يسعدك. طيب نبراس، هل شاركت مسابقات؟ نعم كنت بقول لك إسقال لي أيوة أيوة. ملحن بس خلاص تفضل. يعني هو تكلم عن خامة الصوت، إنه القامة مميزة، و يعني عن الأداء بالنسبة للطرب الشرقي، و يعني أعطاني كلام ممتاز بصراحة. جميل. طيب شخصيا هل شاركت بمسابقات عربية فنية من قبل؟ عربية فنية للأسف تقدمت إلى The Voice في هذا الموسم، وتواصلوا معايا من بيروت وبعت لهم الفيديوهات وبعت لهم كل البيانات الخاصة فيها، بس بحكم أنه 24,000 صوت اللي تقدم هذا الموسم اختاروا منهم 48 شخص، كان المفروض يبعثوا لي على الإيميل ما بعثوا لي، فإن شاء الله بإذن الله إذا توفرت أي فرصة نشوف نحاول أربع عيد إن شاء الله السنة الجاية، وكمان حظ أوفر السنة القادمة إن شاء الله في The Voice. بإذن الله بإذن الله. طيب لو رجعنا للجائزة اللي تكلمنا عليها في بداية المقابلة، تكلم عنها. نعم. لو تكلمنا عنها. أيوة. هذه المسابقة جائزة رئيس الجمهورية معروفة، كل سنة كانت تحصل في اليمن في كل المحافظات، في الفنون التشكيلية، في الرسم، الشعر، الغناء. فأنا شاركت في 2009 على مستوى محافظة، لا يعني
حصلت على المركز الأول بالنسبة لمحافظة عدن في 2009. هذا الشيء كان وكرموني طبعاً، حتى كانت في استضافة في قناة عدن الفضائية، وكانت أيام كويسة يعني حلوة. جميل. طيب لو ننتقل ونتكلم عن والدك الشاعر هيثم ناصر، كلمنا عنه وعن شعره. أبي يعني يعتبر ملهم كان لي أو ملهم لكل أفراد الأسرة يعني صراحة، لأنه إنسان مناضل وإنسان كان قدوة يعني يعتبر لنا كشباب يعني يمكن إلى الآن ما شاء الله. هو حاليا الله يطول في عمره يعني حوالي 80 سنة ما شاء الله، ولا زال يعني ممكن يوميا تشوفيه يتعلم أشياء جديدة، يكتب لا زال يكتب شعار، لا زال يعني متحمس وكأنه شاب يعني في العشرينات، فدائما يعطيني معنويات. ربنا يخليه لكم يعني الشباب هو في الروح إن شاء الله. طيب نبراس، فكرت في يوم تغني من كلمات أبوك؟ أي طبعا 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 فكرت، وفي مرة أعطاني شعر غنائي كده خفيف بسيط باللهجة العامية يعني. جميل. و يعني لحنت شوية منها، وطبعا الحياة تأخذ الإنسان يعني، موجود لسه موجود. وفي كمان أشعار كثيرة، هو عنده 3 دواوين أصلا. جميل. ف يعني ممكن في أي وقت إن شاء الله بإذن الله إذا توفرت الفرص أكيد بغني له. منتظرين من كلماته يعني. طيب لو تكلمنا نعم لو تكلمنا عن أعمالك ومشاريعك الفنية القادمة. حالياً يعني في وضع لازم يترتب هنا في 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 السعودية بجدة يعني، وضع خاص فيه أنا. بالنسبة للأشياء روتينية يعني بعدين إن شاء الله بإذن الله بتفرغ تماماً إلى أعمال فنية إن شاء الله. في ملحن وفي شاعر هنا جلست معهم إن شاء الله بيعطوني ألحان ممتازة بإذن الله. طيب. إن شاء الله بنحاول نمشي في المشوار هذا بالتوفيق اللي هو إن شاء مسؤولية الله. كبيرة يعتبر. طيب لو تكلمنا عن طموحك الشخصي. طموحي الشخصي إني أوصل لمكانة ممتازة الكل يحترمني فيها، الكل يقدرني. وهو بصراحة مش طموح شخصي يعني بأمانة يعني، أنا يعني ممكن أكون قنوع إلى حد ما يعني، لكن طموحي يعتبر عام، إني أرى الوطن العربي بشكل عام يعني بأمان وسلام ومحبة واستقرار فقط لا غير. نعم. هذا اللي أحلم فيه يعني. طيب في ختام اللقاء إيش بتسمعنا؟ ما أدري إيش حابين تسمعوا، اختاري أنت. أول شيء من الفن اليمني. طيب نقول شيء للراحل الكبير محمد سعد عبد الله، مد لي يا زين يدك. مد لي يا زين يدك وأنا بمد لك يا زين يدي، ضاع عمرك وانت وحدك وانتهى عمري وانا عايش لوحدي، وليش ما نرجع انا وانت كما كنا زمان قبل ما تدبل زهور الحب ويفوت الاوان. ليش ما نرجع انا وانت كما كنا زمان قبل ما تدبل زهور الحب ويفوت الاوان. شوف انا ما اطيق بعدك وانت ما تقدر على هجري وبعدي. مد لي. جميل نبراس. نبراس في مجال سمعنا من تلحينك مقطع صغير مثلا؟ لا ما اقدر اسمعك من تلحيني، لانه انا ركبت كلمات عاميه خفيفه هي ما تعتبر شعر ابدا. نعم.
فالكلام مضحك يعني شويه. اوكي طربي. انما اللحن وكمان يعني احتمال ياخذوا عليها اللحن يعني لو سمعتي. تمام خلاص احتفظ بنفسك. حتحافظوا على الحقوق بعدين. تمام احتفظ بنفسك. لا ممكن اسمعك يعني هو ممكن اسمعك شويه من اللحن بس مش بكلام بدندنة يعني هو لا 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 جميل. طيب لو تختم لنا بطربي اختاري. انا كلمتك تختاري ما اخترتي انت. طيب انا اختار لك. اني خيرتك فاختاري ما بين الموت على صدري او فوق دفاتر اشعاري. إني خيرتك فاختاري ما بين الموت على صدري أو فوق دفاتر الشعار. اختاري الحب أو لا حب فجبن ألا تختاري. لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار. إني خيرتك فاختاري. الفنان نبراس هيثم نشكرك جزيل الشكر ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله وياكم يا رب. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك. مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع. ننتظر تفاعلكم معنا مجددا عبر صفحة البرنامج الظاهر رابطها أسفل الشاشة. هذه تحياتي لكم أنا أفنان تركر، كما هي لكم من معدة البرنامج إلهام عامر وكافة الطاقم. إلى اللقاء. خمس دقائق. طيب دحين اتصل مرة ثانية. مرحبا بكم. اذا من ضمن الهاشتاج اذا. I'm sorry.